عادة بنبتدي مع حضراتكم بأخبار النادي الأهلي. الأهلي بيواصل تدريباته اليومية، ومبارح قبل التمرين اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني مع كل اللاعبين عشان يشرح لهم بعض الجمل الخططية والفنية اللي عايز ينفذها خلال التمرين استعدادا لمواجهة الزمالك طبعا في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة وكمان على تصويب الأخطاء في التقسيمة اللي اتعملت بطول الملعب بمشاركة 2 من حراس المرمى طبعا لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية بشكل يعني عملي. طبعا ده حصل بمشاركة مجموعة من الناشئين في ظل غياب الدوليين المنضمين إلى المنتخبات الوطنية المختلفة. حسين الشحات كمان لاعب الأهلي بيواصل تأهيله بخوض بعض التدريبات في الجيم والجري حول الملعب ده تحت إشراف الجهاز الطبي ضمن طبعا برنامجه العلاجي. خلينا نقول شكواه طبعا بعد الإصابة يعني اللي جات له من في العضلة الخلفية اللي أبعدته عن المشاركة الجماعية. ربنا يشفيه يا رب، احنا كل يوم تقريبا يعني بندعي ان ربنا كده يدي الصحة وكمان القوة للفريق بتاعنا. امبارح كمان كان في تدريبات قويه لثلاثي حراس المرمى علي لطفي، احمد طارق، حمزه علاء في مران منفرد قبل مشاركتهم في بقى تقسيمه قويه بالكره ان شاء الله ربنا معاه. طيب ده بالنسبه لاخبار ومستجدات النادي الاهلي.